إنني متزوج، وفي مرة من المرات تشاجرت مع زوجتي في مصر، وقد حلفت عليها يمين الطلاق ألا تذهب إلى بيت أبيها إلا في حالة وجودي معها فقط، يعني ألا تذهب بمفردها أو حتى في غيابي. وبعد ذلك علمت من والدي بعد أن سافرت إلى المملكة أنها ذهبت إلى بيت أبيها بدون علمي. ولكن لكي أتأكد من ذلك اتصلت بها تليفونيا في مصر، وعلمت منها أنها ذهبت إلى بيت أبيها وذلك بحضور عرس أختها، ولكن قالت لي إنها ذهبت إلى بيت أبيها فقط ولكن لم تدخل البيت وجلست خارج البيت. والآن ما موقفي من زوجتي؟ هل هي الآن تعتبر محرمة علي أم يجب علي كفارة اليمين؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإنه لا ينبغي للزوج أن يتخذ الطلاق سلاحا له على زوجته، وأن يكون الطلاق دائما على لسانه لما في ذلك من الضرر والخطر عليه وعلى زوجته. فإن الطلاق كلمة خطيرة إذا استعملت في غير محلها، وإذا أراد أن يحلف يحلف بالله سبحانه وتعالى، إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. أما ما ذكره السائل من أنه قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فهذا فيه تفصيل. إذا كان نوى وقوع الطلاق وعلقه على ذهابها إلى بيت أبيها وحصل الذهاب الممنوع، فإنها يقع عليها الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط، وقد حصل هذا الشرط فيحصل المشروط وهو الطلاق. لكنه يكون طلقة واحدة، إذا لم يسبقها طلقتان فإن له الرجوع، يعني يسترجع زوجته ويراجعها ما دامت في العدة، ويفوت عليه طلقة تبقى له طلقتان. أما إن كان سبقه طلقتان فإنها تستنفد عدد الطلاق وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد أن يطعها. أما إذا لم يكن نوى الطلاق وإنما نوى منع زوجته من الذهاب فذهبت، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين. منهم من قال إنه يقع الطلاق كالحالة الأولى أنه طلاق معلق فيقع، ومنهم من يقول لا، إن هذا يجري مجرى اليمين لأنه لم ينو به إيقاع الطلاق وإنما نوى به منع زوجته من الذهاب كما لو حلف عليها بالله. قد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع لكم الكفارة في أيمانكم، وهذا من الأيمان، فيكون عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا يمين فيدخل هذا العموم. وهذا هو الراجح، أنه إذا نوى منع زوجته من الذهاب ولم ينو إيقاع الطلاق وذهبت أنه يكون يمينا يحنث فيها وتجب عليه كفارة اليمين. وعلى كل حال مع هذا كله نوصي ونكرر لأن لا يجعل الزوج الطلاق على لسانه ويتساهل فيه، ثم بعد ذلك يقع في الحرج ويلتمس المخارج ويحرج المفتين في أمره. الله الموفق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.